السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في لقاء جديد في سلسلة ليرنينج في ام وير فيس فور سيفن. النهارده إن شاء الله هنتكلم في موضوع بسيط لكن مهم جدا في الواقع العملي وبيقابلنا كتير، وهو إن أحيانا بعد ما بنكريت الداتا ستور بفترة ونكون اشتغلنا عليها وكريتنا فيرشوال ماشين عليها محتاجين نزود المساحة دي. يعني مثلا على فرض احنا كنا مكريتينها 4 تيرا، مع الوقت الفيرشوال ماشين الموجود عليها محتاجين نزود المساحة بتاعتها، فمحتاجين نفس الداتا ستور. طبعا انت ممكن تكريت داتا ستور تانية، دي احد الحلول، لكن بيكون في بعض السيناريوهات هو لازم تكبر الداتا ستور او تزود المساحه بتاعتها. طبعا ده بيكون في السيناريو بتاع الفي ام اف اس بسيط جدا وسهل جدا ان انت تزود المساحه. طبعا عمليه ان احنا ننكريز مساحه داتا ستور اوريدي موجوده دي ليها بعض النقاط اللي لازم نكون مركزين فيها جدا علشان ما يحصلش اي مشكله في الفيرشوال ماشين اللي شغال. طيب اول نقطه عندنا عملية زيادة داتا ستور اوريدي شغال عندنا في طريقتين ليها، يا اما اصلا في الاساس بيكون الداتا ستور دي لما اتكريتت احنا ما خدناش مساحة اللان كاملة. كمثال هي مساحة اللان مثلا كانت 4 تيرا، لكن احنا لما جينا نكريت الداتا ستور كريتناها مثلا 4 تيرا بس، فالمساحة المتبقية دي ما زالت موجودة. ففي الحالة دي انا اقدر ازود الداتا ستور اللي عندي بالمساحه المتبقيه في اللان. اللان دي طبعا اللي هي اللوجيكال يونت نمبر، الجزء اللي احنا واخدينه من الشيرد ستورج اللي عندنا. طب على فرض ان احنا ما عندناش جزء مازال من اللان ده متاح، طيب في سيناريو تاني ان انا بكريت بطلب من التيم الخاص بالستورج يكريتوا لي لان جديده، مثلا اللي عندنا دي كانت 4 تيرا انا مستعملها كلها، اقول لهم كريتوا لي مثلا لان جديده 2 تيرا، فبالتالي بقدر ادمج الاثنين لان مع بعض. ففي الحالة دي احنا نقدر نستخدم مساحة تكون اوريدي موجودة عندنا، او ان احنا نكريت لان جديدة، ده في حالة طبعا لو في مساحات في الشيرد ستورج موجودة، واقدر ادمج الاثنين داتا ستور مع بعض. او في الحالة دي بندمج لان بنزود المساحة على الداتا ستور، احنا بنكرش الداتا ستور بالفعل، احنا بنزود المساحة على طول. طيب تاني نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا ان في حاجة عندنا اسمها داتا ستور مينتيننس مود، دي مهمة جدا في حالة طبعا ان لو في فيرتشوال ماشين اوريدي موجودة على الداتا ستور دي، فالصح ان احنا بنعمل ايه؟ بندخل الداتا ستور دي في المينتيننس مود. ليه؟ لان احيانا ممكن في عملية الانكريزنج دي او عملية الميرج او ايا كان البروسيس اللي هتشتغل عليها دي، ممكن يبقى فيه تأثر على الداتا اللي موجودة، الفيرتشوال ماشين اللي موجودة على الداتا ستور، او تكراش خالص الداتا ستور اللي موجودة. ففي الحالة دي كبست براكتس والافضل، حتى في مور بتريكومند الكلام ده، يقول لك ايه انتر المينتيننس مود للايه للداتا ستور دي، مش الهوست كامل. يعني احنا في مينتيننس مود لمستوى الاس اكس اي كامل، وفي للداتا ستور. احنا هنا للداتا ستور اللي احنا بس هنزود المساحه بتاعت اي داتا ستور ثانيه مفيش مشكله. يبقى احنا اول خطوه لازم نعملها رايت كليك على الداتا ستور ونقول له انتر مينتيننس مود. طبعا لو الفيرشوال لو الداتا ستور دي معلاش اي فيرشوال ماشين خلاص مش مشكله، ما يعني تقدر انت تنكريز المساحه بدون ما تحتاج ان انت تدخل الداتا ستور دي في المينتيننس مود. لكن لو في فيرتشوال ماشين موجوده سواء هي بار اون او بار اوف، الصح ان انت تدخلها في المينتيننس مود، او ممكن تمايجريت الفيرتشوال ماشين ديت بشكل مانيوال وبعد كده تبدا تنكريز الداتا ستور. فنقطه المينتيننس مود دي مهمه جدا 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 علشان ما يحصلش اي مشكله لاي فيرتشوال ماشين موجود. طيب خلونا كده نشوف السيناريو ده بشكل عملي. احنا هنا قلنا ان انت ممكن تزود الداتا ستور من مساحه بتاعت نفس اللان اللي انت ما استعملتهاش من الاول، او ممكن الداتا ستور تكريت لان جديده وتضيف اللان دي للداتا ستور. طيب نشوف احنا اس الاثنين سيناريو ده عايزين نطبقهم ان شاء الله. طب ايه الداتا ستور اللي موجوده بالفعل مثلا على الهوست ال 111؟ طبعا في بعض الداتا ستور زي ما شفنا، في يعني مثلا ديت لوكال داتا ستور، دي مثلا ايس كوز اللي احنا كريتناه قبل كده، دي مثلا ان اف اس هتلاقي الفورمات موجود. انا مثلا مكريت الداتا ستور اللي اسمها تيست ديس 06، دي مساحتها كام؟ حوالي 4 جيجا. طيب هل اصلا هي الداتا ستور دي في الاساس اللان بتاعتها مساحتها قد ايه؟ طب نعرف ده ازاي؟ لو جينا كده في كونفيجر في الاستورج ديفايس هنا، هو بيجيب لك هنا كل اللان وكل اللوكال هارد ديسك اللي واصل عندنا. لو احنا جينا هنا مثلا ل دي اللان ايت اللي اسمها تيست، لو احنا عملنا كده اصلا سيلكت ليها، شوف هي اصلا المساحه بتاعتها كام؟ حوالي 6.5 جيجا. طيب هي اصلا اللي انا مستخدمه منها كام؟
حوالي 4 جيجا، يعني طبعا هي 4 بالفورمات يعني واخد جزء. طيب ده معنى كده ايه؟ ان الداتا ستور دي هي اصلا لان مساحتها كام؟ مساحتها حوالي 6.5 جيجا، انا مستخدم فقط منها 4 جيجا، فده بالتالي سيناريو كويس جدا بالنسبه لنا ان انا اقدر اعمل اكستند او انكريز لنفس الداتا ستور ديت لغايه كام؟ 6.5 جيجا، لان انا عندي مساحه مش مستخدمه. طيب طبعا واحد ممكن يقول طب لو انا محتاج ازودها مساحه اكتر بكده، اقول لك اه لا، يبقى انت عندك لان ثانيه وتدمج الاثنين مع بعض. طب نشوف السيناريو الاول، ان انا بالفعل عندي جزء من اللان اللي انا مكريت منها الداتا ستور دي مش مستخدمه، ففي الحاله دي انا يعتبر بعمل كده اكستند للمساحه. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ زي ما قلنا احنا محتاجين الاول اداه الداتا ستور اللي عندنا اللي هي اسمها تيست، دي مساحتها كام؟ حوالي 4 جيجا. احنا عندنا مساحه متوفره حوالي 2.5 جيجا كمان، فانا ممكن اكبرها لغايه تبقى 6.5 جيجا. لو انا عملت ريد كليك عليها هتلاقي عندنا هنا انكريز داتا ستور. طبعا الداتا ستور دي لان مفيش فيرتشوال ماشين عليه انا اقدر اعمل انكريز على طول، مش هحتاج ان انا اقول له انتر مينتيننس مود، لكن لو عليها فيرتشوال ماشين لا، يبقى تتاكد ان المينتيننس مود بياكد لك ان مفيش اي في امز عليها. يعني احنا لو دخلنا عليها كده على الداتا ستور دي وعلى الفايلز، طبعا هي لسه فاضيه خالص، مفيش الا بعض الفايلز اللي تخص الايه الكونفيجريشن نفسها. طيب فبالتالي لو احنا جينا هنا ممكن رايت كليك هنا على طول وتقول له انكريز داتا ستور، علشان تبقى في السيف سايد ممكن تكون في اي شيء نسيئة او الكلام ده ممكن تعمل انتر مينتيننس مود. خلينا نعمل انكريز على طول ونتاكد مع بعض، نقول له انكريز داتا ستور كاباسيتي. هنا ايه الوضع اللي هيحصل؟ هو ظهر لي اتنين لان. جميل، نركز بقى في النقطه دي، منها اللان اللي هي يعتبر اوريدي شغاله معاها او اللي متكريت اصلا منها الداتا ستور لان فيها جزء ظهر معانا، واحنا عندنا بالفعل لان ثانيه هي لسه جديده خالص مش متكريت منها اي داتا ستور. نشوف تاني كده عشان نتاكد، ركزوا في النقطه دي لان مهمه جدا. لو احنا جينا على الاستورج ديفايس اهو، في عندنا هنا دي اللان مساحتها 6.5 جيجا اللي انا مكريت منها الداتا ستور، ولا في لان تانية اهي اللي هي الاولى دي اللي مساحتها حوالي 3.5 جيجا نوت كونسيوم، دي لسه ما اتكريتش منها اي شيء، يعني دي ممكن اكريت اصلا من الداتا ستور جديد. انا مجهز الاثنين داتا ستور واعملهم بالشكل ده عشان نتست السيناريوهات كلها. طبعا في الواقع العملي اللان المفروض بيبقى لها رقم، يعني يبقى 0 1 2 3 4 كذا، لكن طبعا لان مستعملين يعتبر كلهم بيكونكتوا على نفس اللينك والكلام ده فظاهر الاصفار ده، انما في الواقع العملي كل لان بيبان لها الرقم. ده بتكون مفيده فين؟ في حاجه بقى زي اللي احنا بنعملها دلوقتي بنكريز داتا ستور او بنكريت داتا ستور، فتبقى عارف اللان بتاعتك الرقم. طيب احنا هنا مثلا اول سيناريو هنعمله ان احنا هنزود المساحه الخاصه بالداتا ستور من 4 جيجا مثلا ل 6.5 اللي هي المساحه اللي موجوده عندنا في نفس الداتا ستور، فاجي كده اقول له انكريز داتا ستور كاباسيتي. هنا بيظهر لك ايه؟ بيظهر لك كل اللان اللي مش متكريته خالص او لان انت مكريت منها الداتا ستور اللي انت مختار. فاحنا هنا هقول له هستعمل الاولى دي ليه؟ لان انا بزود مساحه موجوده عندي بالفعل، واقول له نيكست. شوف هنا ايه اللي جاب لك؟ قال لك هي اصلا 4، نفهم الرسمه دي كويسه جدا. قال لك هي دلوقتي ال 4 جيجا دي اللي احنا مستخدمينها بالفعل، الامتي بالنسبه لنا اللي هي حوالي ايه 2.5 جيجا اللي موجوده دي. طبعا ممكن ايه ازود جيجا واحده 2 مثلا، لكن الماكسيمم بتاعي كام؟ 2.5، لان ده اقصى شيء في اللان موجود. انا بالنسبه لي هنا هقول له يعني هو باي ديفولت بيبقى واخد لك المساحه كلها 2.5 اللي هي ايه اللي موجود، ممكن اقول له لا جيجا بس او 2 جيجا يكفي، لكن احنا هندي له باقي اللان كلها. فكده هقول له نيكست على طول. ده السمري بتاعنا، ده اسم الداتا ستور، المساحه اللي احنا هنزودها بالظبط 2.51، والفيوتشر داتا ستور سايز ده المساحه بقى اللي هتبقى موجوده بعد كده تبقى حوالي 2.6 جيجا بوينت 26. ودي بقى الايه السمري بتاعتنا، ده الجزء اللي هو الايه المهم بالنسبه لنا، ونقول له فينش. الموضوع ما بياخدش ثواني معانا، على طول بيقول لك ايه ادي الاكسباند اهوت الفي ام اس داتا ستور. لو شفنا المساحه بتاعتها اصبحت دلوقتي كام؟ اهي 6.25 جي بي، اللي هي كانت من شويه كانت 3.75، هي خلاص دلوقتي بقت خدت المساحه كلها. يبقى احنا دلوقتي قدرنا بكل بساطه
نعمل اكستند او نكبر مساحه داتا ستور عندنا من لان موجوده اصلا اللي هي متكريتها في منها في الاساس نفس الداتا ستور. طب واحد يقول لي طب لو احنا ما عندناش اصلا مساحه اوريدي موجوده على اللان دي، اقول لك لا، في الحاله دي لو انت حابب تكبر المساحه بتاعت الداتا ستور دي، يبقى انت في الحاله دي لازم تكريت بقى لان جديده التيم بتاع الاستورج كريتها، ويعتبر كده انت ايه اللي بيحصل، انت بتدمج اتنين لان وهيظهروا في نفس الايه داتا ستور. طيب ده السيناريو اللي احنا هنعمله دلوقتي. احنا لو جينا هنا تاني على مستوى الاستورج ديفايس اللي هي ظاهر فيها كل اللان اللي عندي دي، كده الداتا ستور اللي احنا كبرناها بقت اللي هي مساحتها 6.5 جيجا بالتقريب، يعني كده خدت كل الاجزاء اللي فيها. طيب انا عندي مثلا جينا بعد فتره حابب ان انا نفس الداتا ستور دي اكبرها وازود فيها مساحه، طيب انا في الحاله دي ما عادش فيها مساحات فاضيه في نفس اللان، لا انا ممكن ايه بقى اخد اللان الاولى اللي موجوده عندي ما دام نوت كونسيومد، فانا اقدر ايه اضيفها عندي ما دام نوت كونسيومد، يعني انا ما اقدرش ادمج داتا ستور مع داتا ستور، لكن اقدر ادمج لان في داتا ستور. نخلي بالنا من النقطه دي. طيب هنا ايه اللي هنعمله؟ بكل بساطه نفس الخطوات اللي احنا عملناها، هاجي على اللي هي الداتا ستور بتاعتنا اللي احنا عايزين نزودها، مساحتها دلوقتي كام؟ حوالي 6 وشويه، اقول له رايت كليك، نفس الموضوع انكريز داتا ستور، هو اوتوماتيك زي ما قلنا هو بيظهر لك هنا كل اللان اللي مش مستخدمه خالص او اللان اللي انا مكريت منها الداتا ستور. ففي الحاله دي هو ظهر لي اللان اللي هي مش مستخدمه اللي هي المساحه بتاعتها 3 جيجا وشويه، هعمل لها كده سيلكت نيكست. طبعا هنا انت تقدر تاخد جزء منها بس او كلها برضو زي ما تحب، وباي ديفولت بيبقى واخد المساحه كلها، اي انكريس سايز باي. انت هنا تقدر تقول له لا انا مثلا عايز 2 جيجا بس، 1 جيجا زي ما تحب. انا هنا اقول له خد كل المساحه اللي هو يوز الايه افيلبل بارتيشن، واقول له نيكست. ايه السمري بتاعنا دلوقتي؟ اهو نفس الداتا ستور، المساحه اللي هنزودها دلوقتي 3 جيجا وشويه، الفيوتشر داتا ستور المساحه بقى اللي هتبقى بعد كده هتبقى كام؟ حوالي 9.5 جيجا. نقول له فينش ونشوف كده الداتا ستور بتاعتنا. المفروض زي ما قلنا كده ما بياخدش ثواني، لو شفنا في الريسنت تاسك تحت كده اهي خلاص زادت معانا بقت ايه 9.25 جي بي. فده كده يعتبر الاثنين سيناريو اللي ممكن يقابلوك في الواقع العملي، يعني وكلهم مرتبطين بعمليه ايه، ان انت محتاج تنكريز داتا ستور اوريدي شغال عندك. ففي الحاله دي قدامك حاجه يعني اوبشن من اثنين، الاول ان انت عندك بالفعل مساحه متبقيه من نفس اللان اللي انت مكريت منها الداتا ستور، او ان انت ما عندكش مساحه من اللان دي، خلاص انا هجيب لان تانية جديده وادمج اللان دي في نفس الداتا ستور. فعمليا الداتا ستور اللي اسمها تيست دي اس 06 دي، هي عمليا دي موجوده فين؟ دي اصلا مربوطه باتنين لان، او هي بتتكون المساحه اللي حوالي 9 جيجا دي هي اتنين لان. يعني احنا لو رجعنا كده في الكونفيجر في الاستورج وفي الاستورج ديفايس هتلاقي عندك ايه؟ اتنين لان، الاتنين اصلا الداتا ستور بتاعتهم اسمها ايه؟ تيست وتيست اي، نفس الاسم. تمام؟ ده شيء طبيعي جدا يعني، ما هو شيء غريب ليه؟ ده تفسر يعني لو واحد جاب لك الصوره دي وقال لك ازاي انا عندي اتنين لان واخدين نفس اسم الداتا ستور؟ اقول لك الموضوع بكل بساطه ان انا دلوقتي كان عندي لان وبعد كده زودتها باللان الثاني. فبالتالي خلاص انا كريت دلوقتي هي داتا ستور كانت عندي وبعد كده حبيت ان انا ازودها فكريت لان تانية ودمجت الاثنين مع بعض. فحاليا تقدر ممكن لان او اكتر يمابوا على نفس الايه الداتا ستور دي، في حاله لو انت عايز ايه تكبر مساحات عندك. وده سيناريو يعني ممكن يقابلك في الواقع العملي كتير، ان انت تدمج اكتر من لان في نفس الداتا ستور. يعني ده الشكل ده طبيعي ما فيش فيه اي مشكله، لكن انت ما تقدرش تجمع اثنين داتا ستور مع بعض. يعني مثلا ان الداتا ستور نكون مكريتنا وبعد كده كريتنا داتا ستور تانية وجينا بعد فتره لا انا عايز اكبر مساحه داتا ستور الاول فاخد المساحه دي من داتا ستور تانية موجوده، هقول لك لا، لو هتعمل كده يبقى لازم تدلت الداتا ستور التانية ترجع للان فاضيه خالص وبعد كده اقدر اضيفها فيها. انما ما ينفعش ان يكون في اسمين وهيظهروا لي ك يعني اتنين داتا ستور ويظهروا لي كداتا ستور واحد. دي يعني الاوبشن ده حتى الان انا ما شفتش ان هو قابل للتطبيق. يعني ده كده فكرة الموضوع بتاعنا النهاردة، وان احنا ازاي نكستند او نكريز مساحة داتا ستور اوريدي موجودة بان احنا ندخلها في المينتيننس مود الاول زي ما قلنا، وبعد كده ده الافضل طبعا، وبعد كده نبدأ نكبر المساحة سواء من نفس اللان لنفس الداتا ستور او من لان جديدة، وبعد طبعا ما بتكبر المساحة بتعمل اكزيت مينتيننس مود علشان ترجع نفس الداتا ستور لأفيلابل ان هي تشتغل عادي جدا. ده كان موضوعنا النهاردة، ونشوفكم إن شاء الله قريبا في موضوع جديد. السلام عليكم.